صدق مبروك مشاهدينا. طبعا، موسم يعني موسم ما يتقالش عليه غير ألف مليون مبروك، موسم ممكن حتى أكتر الأهلاوية تفاؤلا ما كانش يتوقع سيناريو بالشكل ده من بدايته لنهايته، وخصوصا في ظل طبعا قيادة مارسيل كولر الأولى أول مواسمه مع النادي الأهلي. فلازم أبتدي معاك الحلقة بمبروك على موسم امتد ل 11 شهر خلصناه يوم الخميس بالتأهل لقبل نهائي كأس مصر. الله يبارك فيك. طبعا مبروك للنادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي ككل، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان. عايز اقول لك حاجه احمد، طبعا موسم بيتكتب في تاريخ النادي الاهلي. يعني احنا هنتكلم على 115 سنه انجازات، هنلاقي ان السنه دي بالذات سنه من ضمن السنوات اللي ليها مميزات كثيره جدا من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه، وكمان موسم بيتحسب للعبة دي. يعني اللعبة دي بتكتب اسمها في تاريخ النادي الاهلي، الناس مش هتنسى التاريخ ده بالذات اللي هو موسم 22-23، لان الموسم ده كان فيه حاجات جميله جدا، انتصارات فنيه وانتصارات اداريه واختيارات لعيبه واختيار مدير فني على اعلى مستوى ونضج كروي بشكل كبير استمتعنا بيه في موسم قوي جدا جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي عائد من سنتين اخفاقات والناس كانت زعلانه، فقط قوي يا كابتن ماهر والله، يعني ضيع الدوري بالنسبه لنا برضه، البطوله دوري سنتين بطولة يمكن طبعا بدل مفضلة طبعا بالنسبه لنا، لكن في نفس الوقت انت قادر تحقق بطولات في مراكز في كاس العالم، بتلعب بطوله افريقيا 4 نهائي متتاليين بتكسب منهم 3، فيعني اعتقد برضو انه لما تيجي تحاسب على الفاتوره اجمالا يعني شيء طبيعي ومنطقي لفريق من 2019 ما خدش فترة راحة غير اسبوعين بالزبط. انه يحقق الالقاب دي كلها. ده شيء انا الحقيقة بحس انه جماهير نادي الاهلي يمكن رغم انه الجيل ده متميز جدا على مستوى الارقام والنتائج، لكن بحس انه جماهير نادي الاهلي ظالمه الجيل ده بشكل يعني بشكل غريب عن كل الاجيال اللي سبقت. كل الاجيال فيها نجوم طبعا، كل الاجيال ليها بطولات وارقام، لكن ما حسيتش في جيل اتظلم زي الجيل ده. والله يا احمد عايز اقول لك حاجه، جمهور النادي الاهلي عمره ما بيظلم حد، لان جمهور النادي الاهلي بيعشق الكيان وفي نفس الوقت بيعشق الناس اللي بتمثل هذا الكيان. فجمهور النادي الاهلي طول عمره طول عمره بصراحه يعني عنده صبر ومصابره وبيساند بشكل كبير جدا. حتى السنتين اللي فاتوا دول الناس وقفت والناس شجعت والناس حابت وكمان عايز طبعا يعني اكافئ اللعيبه، لان اللعيبه كمان استحملت الضغوطات زي ما انت قلت، الاصابات والاجهاد، ومع هذا موسم بالنسبه لنا كان موسم جيد جدا بشكل كبير، واللعيبه يعني قدرت ان هي ترد في الملعب من خلال البطولات من خلال ادائهم، فده حاجه بتحسب للعيبه للجيل ده بالذات. وزي ما احنا بنقول كده ان طول عمرنا خلاص، يعني احنا هنتكلم على مميزات السنه دي هنلاقي حاجات كتيره جدا من الناحيه الاداريه. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي اللي استفاد بشكل كبير جدا في السنتين اللي فاتوا، وزي ما اقول لك الخبرات كل ماده بتزيد. الاستفاده ان الناس بدات فعلا، كابتن فضل الخطيب ومجلس ادارته بداوا يعني ياخدوا قرارات، وقرارات كلها كانت ايجابيه من خلال الكوره، من خلال الاداره بتاعتهم. يعني شفنا طبعا صرح كبير كمان أكتر مجلس اداره بيتهاجم على قرارات طبعا. يعني سبحان الله، يعني يتهاجم على موسيماني، يتهاجم على فايلر في الاول بالزبط. وتهاجم على موسيماني من بعده، وتهاجم على مارسيل كولر بالزبط. اتهاجم على اسماء صفقات ما حصلتش وتهاجم على اسماء صفقات حصلت، لكن في النهايه وده ياخدنا لنقطه مهمه كابتن ماهر، يقينا يعني